شفت بقى ان انا كان عندي حق وبعد نظر ازاي؟ اديني اتسلكت من مجموعه عامر، وصاحبك ما شاء الله عليه طلع من المولد بلا حمص، وقاعدين مترصصين احنا التلاته قفانا بيقمر عيش. انا بقى ليا راي تاني، لو كنا سمعنا الكلام انا وانتي ولمينا الشمل كان زماننا قاعدين مهونين على بعض دلوقتي، مين هاكل محشي وحمص الشاب بتاعك ده؟ بقولك ايه يا مختار؟ هو انت يا حبيبي مفيش اي حاجه في دماغك غير النحنحه؟ يا ريني، يعني لا يبقى لا مصلحة ولا نحنها، ده ايه الشحتحة اللي احنا فيها دي؟ شوف يا حبيبي. ايوه انا عايز انصحك نصيحة غالية. الرجالة يا بابا ملهمش امان، وبما ان كده كده الحكاية بايظة، فالواحد لما تيجي تتجوز تتجوز راجل تقيل مريش، عشان يوم ما يسيبها ولا يخونها ولا يحصل بينهم اي حاجة في الدنيا تسافر فرنسا تغير جو تعيط اوكي بس وهي بتعمل شوبينج في الشانزليزيه. انما لما تيجي بقى واحدة تتجوز واحد زيك كده ابيض على البلاطة، يوم ما يسيبها هتعمل ايه؟ هتقعد تحط ايديها على خدها جنب الحيطة تسمع الزيطة بذمتك؟ انت يرضيك الكلام ده؟ اقولك حاجة، انت مش بس موزة مقنعة، انت جبارة كمان. صدق وتؤمن بالله انت خنقتني، انا مش عارفة شكري عايزني فيه. ما انا كنت معاه الصبح يكلمني تعاليلي الشركة، وبعدين الاقي سايبني وقاعد مع برهان، وحضرتك بتتسلى عليا. لما يخلص خليه يكلمني في التليفون. سلام يا نحنوح. باي باي يا ريم، تيك كير يا روحي. مش بس مقنعة، لا ده مش حتفى قلبي.